من بين كل القصص اللي استقبلناهم هنا في قصة حقيقية قريتهم ذاكرتهم قبل التصوير، بذاكرها مرة واثنين وثلاثة واربعة. يمكن تكون دي من المرات القليلة اللي عطلت فيها، يمكن لأن جويرية لما بعتت لنا قصة أختها ما كانتش بعتة مشكلة ما بينهم ومحتاجة حل، كانت بعتة مشكلة عنهم هما الاثنين فيها مظلومين يا حبايبي، غلابة قوي، عشان كده عطلت، ما بقيتش عارفة طب أقول إيه لجويرية، طب هقول ايه اليومنا، واكيد كنت عايزه اسمع كلام علمي من اللي سمعناه، لان الظروف اللي هم مروا بيها هم الاثنين صعبه على اي حد، ما لهمش ذنب فيها، ما لهمش ذنب في المرض المفاجئ اللي بيجي بشكل قدري ما لناش دخل بيه يعني، وما لناش دخل فيه، ما لهمش ذنب في الموت ولا هروب الاب وندلته في الوقت الصعب ده وممكن يعمل ازمه زي ما سمعنا للبنتين، ولا في طمع اهلهم في الميراث، ولا في تصرفات الشارع اللي بتتعرض فيها البنت ل مش هقول لكم مضايقات او معاكسات او بتتعرض فيهم والله ما راضي الكلمه تطلع، بس اوحش احساس في الدنيا. وفي رجاله بتقعد تهزر تقول لك ما انا جبرت بخاطرها وقلت لها كلمتين وبتاع، لدرجه ان ممكن يكون انا واحده من الناس اللي في يوم من الايام عملت لحد قضيه تحرش، يعني انه قال كلمتين ما عجبونيش بس تحرش لفظي انا مش قابلاهم، وحذرتك مره واثنين وثلاثه فكان الطبيعي انه اعمل كده، ويمكن اتلمت كتير انه لا ما ينفعش ومذيعه وتعمل لا انتوا ما تعرفوش احنا بنتعرض لايه، ما تعرفوش احنا بيبقى احساسنا ايه، في بنات ما تقبلش الكلام ده، انت فاكر ان انا هضحك بكلمتين لما تقولهم ولا اي واحده يا عيني غلبانه عملت كده في نفسها عشان ما تبصلهاش، نسيت انها انثى. بس عايزه اقول لكم على حاجه تانية، انه اضطرت انها تدفع لاختها دروس خصوصيه، ان هي تصرف على تعليمها، طبيعي ان يمنى تبقى جدعه جدا، طبيعي ان يمنى وهي بتحاول تشيل المسؤوليه بعد اللي شافته وعاشته يبقى جواها غضب، صعب ان الطاقه دي تطلع عليكي، ليه تقرر ان هي ما تبقاش بنت، لا ما ان شاء الله ما بصوا وان شاء الله ما يعملوا اللي هم عايزينه، بس انت تغيري في نفسك كده ليه؟ الحل بقى من وجهه نظري ان اختك الجدعه دي تتحط قدام يعني قصاد الامر الواقع، خلاص احنا ما قدمناش حل، ما تستاذنيهاش، انزلي اشتغلي، تكوني عمليه تدوري على شغل، اقعدي ان شاء الله شغل في البيت، حاجه اونلاين، شيلي معاها المسؤوليه، ممكن تشوفوا الست اللي هي اللي انت قلتي عليها دي ان هي بتصدق في كلامها وبتحبها وي وي وي، الست دي تساعدكم وما تقوليلهاش، بس ما اعرفش ممكن تشتغلي ايه او ايه امكانياتك اللي تقدري تعمليها او بتحبي تعملي ايه يا حبيبتي، ما اعرفش، بس حاولي شوفي زي ما قلت لك اونلاين، اكيد في ناس طالبين لاولاد وبنات، في ناس كمان بتبقى ساعات زي بيبي سيترز، في نظام جديد معمول كده بنات ولاد ناس جدا متعلمين جدا حلوين جدا وشيك جدا، بيقعدوا مع العيال بالساعه، انه الاهالي بتنزل فهي بتقعد مع العيال بالساعه والطفل بيبقى متعلق بيها جدا، ممكن تاكله وتقعد معاه حتى ساعات نومه او دي شغلانه حلوه جدا مربحه جدا ومحترمه جدا، بس لما تروحي البيت انت واثقه فيه يبقى حد اللي قايل لك عليه، لانه اكيد الدنيا مش لونها وردي يعني، اكيد احنا مش عايشين هنا عشان انه نلاقي كل حاجه ما فيهاش مشاكل، فاحنا قلنا لك الحل. وبالنسبه ليومنا، لا يا يومنا مفيش حاجه اسمها كده، يعني انا النهارده ممكن اكون لبست لك جينز وقميص شميز انه بس برضه بتبقي انثى، ما هو ده لبس بنلبسه رجاله وستات، قميص وبنطلون بس تبقي بنوته، الحياه مش عايزه كده، الحياه تقول لك تشافي وخليكي جامده وي 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 خليكي جدعه، بس ما تبقيش راجل، ما تنسيش ان انت انثى في الاول وفي الاخر، مفيش حاجه اسمها كده عشان ما يبصوليش عشان مش عارف ايه، الناس تبص لك عشان طريقتك، الناس تبص لك وتفهمك غلط عشان في كلام بيتفهم بمعنيين، الناس تبص لك وتفهمك غلط اول ما تبص عليك كده يبدا يقراكي، خاف منك يعمل لك 1000 حساب، مش معنى ان انا شكلي انثى وي وي هتجرب هتزعل معروفة، إلا بقى اللي انت تقابليه وتحبيه وبتسمحي له انه يتكلم معاكي كلمتين تعرفوا بعض، لكن مش كده، انزلي اشتغلي يا بنتي وقفي جنب أختك، والله يكون في عونكم، أنا عشان كده بقول لكم أنا عطلت، إنه أب يبقى بالوحشة دي وإنه الأهل يبقوا بالوحشة دي وإنتوا لسه عندكم أمل في الدنيا، إنتوا جدعان ربنا يرضيكم. وطلبت بقى من كل الناس وبطلب منهم دلوقتي اللي بيسمعونا وبيشوفونا وبيتفرجوا علينا، يبعتوا لنا على فيسبوك انستغرام وتويتر
واتساب. أنا لا أفقه كتير في الموضوع ده، فخليت الكلام للطب أكتر. بس الواحد لما بيتضغط من الحياة قوي ممكن يعمل أي حاجة. معذورين، بس إحنا لازم نكون جنبهم، وده دورنا هنا في قصة حقيقية. مستنيين منكم كل القصص اللي عندكم، بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية. باي باي.